مش انا لوحدي اللي هشيد بمصطفى شوبير، معايا كمان عبر الهاتف مدربه السابق، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق والحالي لفريق المكونه العربي الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان. يا كابتن طارق مشرف ومنور. مساء الخير يا كابتن كريم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ تمام والله الحمد لله كابتن. قبل ما اسالك على الاهلي والنتيجه والتفاصيل وخلافه، اسالك على مصطفى شوبير، رايك فيما قدمه مصطفى شوبير اليوم؟ والله بص، انا يعني اتسالت اليومين اللي فاتوا دول كتير قوي بالنسبه لمصطفى قبل المباراه، والحمد لله رب العالمين، يعني الناس بس ترجع بس شويه، ترجع يومين بس وتشوف اللي انا قلته على مصطفى شوبير. بيتهيألي مش يعني كل اللي انا قلته بيتهيألي كده يعني شفناه النهارده، ناس كتير شافته النهارده. ما اللي هو ايه بقى يا كابتن طارق نكرره تاني؟ دايما 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 قلنا في المليون مره النادي الاهلي بيراهن على الشخصيه. الشخصيه دي حط تحتها مليون خط. صح. الاداء الفني والمهاره والشغل الفني بقى ده قصه تانية، بس في النهايه برضو لو انا عندي كل الكلام ده ما عنديش شخصيه. صحيح. النهارده ما اقدرش انزل ملعب والعب بالشكل اللي لعب بيه مصطفى النهارده. وانت يا كابتن طارق نفسك، انا متاكد انك ياما دربت حراس مرمى كان عندهم من المهارات والامكانيات بس طبعا ما عندهمش الشخصيه فما كملوش المشوار. طبعا ما احنا يعني حتى مش حراس مرمى، لعيبه كتير بتيجي النادي الاهلي وممكن بقاش لها يعني تكمل بسبب الضغوط اللي في النادي الاهلي. شفت النادي الاهلي فعلا كان مانويل جوزيه قال كلمه دايما، قال شفت النادي الاهلي تقيل. دي حقيقه فعلا. النهارده مصطفى لما يلعب النهارده في وسط عدد الجماهير ده ويأدي بالشكل ده، خد بالك الانفراد اللي شاله مصطفى طبعا ده توقيت وتوقيت خروج وعمل النجمه بشكل كبير جدا، كبر جسمه وقرب من المهاجم قوي، الراجل حطها جت في صدره. دي بالنسبه لي طبعا صدق طبعا فرقت مع النادي الاهلي جدا، طبعا الفرق النتيجه 0-0. طبعا زي ما قلت كده كان الاهلي كان مسيطر وكان بيضيع وكان انما دي لو دخلت كانت هتبقى مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. صحيح. الكوره بقى اللي بالنسبه لي انا شفت فيها قدرات خاصه جدا لمصطفى شوبير وشخصيته الفاول. ايوه الفاول. ايوه يا كابتن طارق الله ينور عليك. انت عارف انا كنت انا اسف والله، انا اسف للمقاطعه، انا مش مدرب حراس مرمى وكويس الحركه اللي هتشرحها يعني، بس لما شفتها وانا بتفرج على المباراه قلت يا جماعه الكوره دي صعبه، بس هو مسكها بثقه مش طبيعيه. بس اتفضل يا كابتن اشرحها اكتر يعني. بص 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 يا كابتن، هي صعوبتها في توقيتها وفي في الحدث اللي مصطفى بيلعبه. صح. يعني ايه توقيتها؟ الكوره دي جت في الدقيقه الخامسه من الوقت الضايع بعد الاهلي ما سجل. صح. الاهلي سجل والراجل رفع خمس دقايق وقت ضايع، فالكوره دي كانت في الدقيقه الخامسه. صح. وفاول من مسافه قريبه. فاول من مسافه مش بعيده. فلو حد حراس مرمى، بنشوف حراس مرمى صغيرين في السن يلعبوا كره ماتشات زي دي ويقف في الحيطه وكره بتتشاط يقوم عامل ايه؟ يقوم متحرك في ظهر الحيطه، تقوم الكره داخله في نفس المكان زي ما، انما مصطفى شوبير انه يقف يبقى عنده ثبات وعنده كره تتشاط فوق دماغه سهل جدا جدا في التوقيت ده، كان مصطفى يحط بوكس والكره تطلع بعيده. ما يمسكهاش. صح. انما في الصعوبه وشخصيه مصطفى ان كره زي دي كمان في التوقيت ده وفي نهائي افريقيا وبالقوه دي ومصطفى كمان يعمل ايه؟ يمسكها وهو على خط المرمى. بالمناسبه يا كابتن طارق، حراس كبار على الاقل هيمسكوها على مرتين على الاقل يعني. هو مسكها بثبات مش طبيعي. هو حد مره صدقني اقول لك انا امسك ليه واعمل نفسي مشكله؟ سهل. صح. جدا احط ايديا فيها تطلع على الجنب وخلاص واخلص منها. انما ان يمسكها بالشكل ده بالقوه دي ويمسكها لا، يبقى ده عنده شخصيه. صحيح. وده طبعا مع الجزء الفني بقى والجزء المهاري، وطبعا كل الكلام اللي احنا هنقوله على مصطفى هنقوله، انما الكره دي بالذات يا كابتن كريم بينت ان حد عنده شخصيه، عنده ثقه في نفسه، عنده قدرات فنيه عاليه. ما شاء الله النهارده مصطفى انا بعتبره واحد هو نجم النادي الاهلي النهارده. كنت اتمنى طبعا ان الهدف ده ما يدخلش، هدف صعب جدا طبعا، ما يقدرش مصطفى يعمل له حاجه ابدا. انما طبعا يعني في النهايه يعني هو ده هي دي كوره، ويخش هدف النادي الاهلي طبعا الدنيا. بس لسه برضه انت عارف الاهلي كان ممكن لو اتكلمنا بقى عن، انا عايز بس الاول نفضل مع مصطفى لحد ما حضرتك طبعا تتفضل وتسالني عن المباراه. لا مصطفى كمان يا كابتن طارق انا لازم اقف عند نقطه مهمه جدا. انا اتكلمت قبل ما حضرتك تدخل على كمية الضغوط اللي عليه بشكل خاص، مش مجرد حارس يعني، هو حارس صغير في السن، حارس بيلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو الحارس الثالث في النادي الأهلي، فجأة لقى نفسه قدام نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الثالثه ودي بالنسبه لي الاهم بكتير، وحضرتك اكيد اكيد عشان احمد كمان، احمد طارق سليمان اكيد تعرف المعاناه اللي بيعانيها اي لاعب، والده كان نجم او والده كان لاعب او والده كان مسؤول، معاناه وضغوط مجانيه كده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم انت مضغوط اصلا عشان انت من فلان او من فلان، فهو عنده مجموعه ضغوط مع بعض اشتغل عليها النهارده او هي كلها مجمعها النهارده وتالق. اللي حضرتك بتقولها دي يا كابتن كريم نقطه مهمه جدا جدا وفي غايه الاهميه وصعبه. ليه بقى؟ احنا طبعا شفنا كتير جدا، انا فاكر كويس قوي قوي اول ما طلعت مصطفى واحمد مع بعض. صحيح. انا خدت هجوم ابناء، بص اول حاجه ابناء العاملين، ابناء العاملين، ابناء العاملين. صح. كلام بيتقال كتير جدا جدا في النقطه دي. صح. ومجاملات ومش عارف ايه وايه وحاجات، واكتر ناس بتتعب واكتر ناس بتتبهدل واكتر ناس بتشوف يعني الامرين ولاد المدربين او ولاد لعيبه الكوره. صحيح صحيح. انا فاكر كويس قوي احمد السنه اللي فاتت بعد مباراه المقاصه والنادي الاهلي، المباراه كانت في الكاس وخلصت 1-0 للنادي الاهلي، مصر كلها كل مصر كلها بتتكلم ان احمد جول كويس واحمد كذا وكذا 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 وكذا، وما في يعني الناس اللي بتظلم والناس اللي بتقول ابناء العاملين والكلام ده. مصطفى شوبير بقى المباراه دي على فكره مش اول مباراه مصطفى يعملها كويس. ايوه. مصطفى لعب مباريات كتير حتى اخرها يعني مباراه سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا مباراه كبيره جدا. وما شاء الله اتعامل مع اكتر من في انفراد، ده انا لازم نتكلم عليه لان هو في عنده انفراد كتير، انفراد انا شايفها اصعب كمان من الانفراد بتاعه النهارده. كل الموضوع ان النهارده ان انفراد سيراميكا كان في مباراه دوري. النهارده الانفراد في نهائي افريقيا. صح. هو ده الفرق الكبير جدا اللي بين قيمه التصدي، قيمه التصدي. انما الصعوبه في الانفراد بتاع سيراميكا، عارف ليه؟ مصطفى شوبير لعب على الكوره، النهارده مصطفى شوبير عمل خطوات صعبت على المهاجم وقربت المسافه، قربت المسافه بينه وبين الكوره، فعشان كده الراجل لما شاط خبطت فين؟ في جسمه، في بطنه او في صدره. صح. هو كبر جسمه، عمل الصح وقرب منين؟ قرب من راس المثلث اللي هي الكوره، فعشان كده الراجل لما شاطها الكرة ما خرجتش بره حيز مصطفى، مش خبطت فيه. صح. الانفراد بتاع مباراه سيراميكا ما كانش كده خالص، كان في مسافه بين الراجل وبين مصطفى ورايح حطها من فوق مصطفى، ومصطفى باداء حركي سريع جدا 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 وسرعه رد فعل عاليه جدا طلع ايده. صح. وخد الكرة قبل الكرة بتعمل، قبل الكرة ما تعدي منين؟ من فوق ايه؟ من فوق ايده او من فوق دماغه. صح. او من فوق صح. دماغه. صح. طب كابتن طارق انا لازم اسالك فرصه وانت معايا، وانت راجل عشت مع النادي الاهلي مواقف كثيره رائعه ومواقف كثيره صعبه. النهارده جمهور النادي الاهلي حتى لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني كان باين عليهم الزعل او الصدمه بعض الشيء بعد الهدف اللي دخله الوداد. نصيحتك ايه للعيبه النادي الاهلي؟ نصيحتك ايه كمان لجماهير النادي الاهلي؟ تطمنهم بايه قبل مباراه العوده؟ بص انا بص هذكرك بموقف ما انا ما بنساهوش ابدا. احنا بنلعب الترجي في استاد برج العرب نهائي افريقيا 2012، واحنا دخل فينا جون وكان خطا من شريف اكرامي، كان جاب وليد الهشري من ضربه ركنيه. صح. وبعديها سيد حمدي تعادل في قبل المباراه ما تخلص يعني، والمباراه خلصت 1-1. انا على طول اول ما الحكم صفر نزلت على طول، على طول من قمت من على الدكه على طول، نزلت على طول في الملعب لشريف اكرامي. والله اكتب الجمهور بيشتمني. الجمهور لسه ما شافش طبيعي، انا طبيعي حد زي او ما انا اعمل ده طالع كده على داخل يميني وطالع معدي من داخل الاوضه. اهرب يعني في الزوفز كده يقول لك ايه ابعد عن الجمهور دلوقتي. طبعا الجمهور بيشتم شريف وانا كمان طالع مع شريف بتشتم. قلت له يا شريف هنكسب البطوله هناك ان شاء الله. صح. قلت له ان شاء الله باذن الله وهتبقى انت نجم المصري هناك. صح. والله اقسم بالله. قلت له ان شاء الله هنكسب البطوله هناك وهتبقى انت نجم الماتش. صحيح. دوري هنا مهم جدا، دوري. صحيح. هنا مهم جدا مع شريف، وفعلا احنا رحنا هناك المباراه طبعا المباراه التاريخيه اللي كسبناها 2-1 هناك وخدنا البطوله. النهارده صحيح. انا شايف ان في حزن شويه، انت زعلان، انت كنت ممكن النهارده والنتيجه 2-0 كنت ممكن تخلص تجيب الثالث وتقتل المباراه. انما مش معنى كده النادي نادي كبير. صحيح. النادي الاهلي نادي كبير وافضل من الوداد بكثير. صحيح. صحيح. افضل بكثير فنيا في الملعب، فيقدر النادي الاهلي هناك يقدر يسجل، ويقدر يكسب هناك، مفيش كلام، بس اهم حاجه بس يبقى في عدل تحكيمي ان شاء الله، يبقى في عدل تحكيمي هناك. انما مش معنى كده الاهلي كسبان، الاهلي رايح كسبان مش رايح خسران، مش رايح متعادل. صحيح صحيح صحيح. كسبان 2-1. صحيح. كابتن طارق تتوقع مين اللي يلعب مباراه العوده، مصطفى ولا الشناوي؟ سؤال صعب بقى ده، بقى انت كابتن يحرجنا كده بقى. طيب. بص هي هتبقى راجع في الاخر، هتبقى راجع اكيد للجهاز الفني وحاله الشناوي وحاله اللاعبين. طبعا. ناوي طبعا جول النادي الاهلي وجول مصر وتاريخ كبير جدا، وطبعا مفيش شك ان المباراه اللي هناك هتبقى محتاجه حاجات كتير قوي.
محتاجه حاجات كتير جدا، وحضرتك طبعا تحتها بقى حط خطوط كتير قوي 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 تحت الكلام اللي بقوله ده. انما في النهايه هي حريه، هي طبعا ده قرار جهاز فني وقرار الناس المسؤوله في النادي، انما المباراه هناك هتحتاج شغل كتير جدا جدا في الضغط الجماهيري بقى، وهم هناك طبعا هيهاجموا. النهارده هنا برضه ما كانش فيه هجوم كتير. صحيح. مصطفى طبعا بهدوءه ايه ده اللي يتعامل مع المواقف اللعب اللي جاي يتعامل معاه كويس قوي قوي قوي، واثبت انه حارس مرمى كبير وحارس مرمى هيبقى له يعني ان شاء الله يبقى له يعني شان كبير ان شاء الله. انما هناك طبعا المباراه محتاجه حاجات كتير جدا جدا جدا، فاتمنى التوفيق للشناوي يلعب، مصطفى الشوبير هيلعب طبعا اكيد معاهم علي لطفي، اتمنى لهم كل التوفيق ان ربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله وناخد بطوله من هناك، لان الله. احنا ظلمنا سنتين 2022. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي الاسبق، وايضا مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب الحالي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.